يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله بعض الناس إذا أخطأ عليه إنسان قال له يلزمك حق فيطعمهم طعاماً، هل يباح ذلك؟ وهل يؤكل من هذا الطعام إذا كان قد قدمه بطيبة نفس؟ تقول إنه ملزمه، إذا ألزمه هو ما يجوز، ما يحل. أما إذا قدمه بطيبة نفس فلا مانع من ذلك من غير إلزام. نعم.